بيروت في الصيف، أرنب في الربيع، أحمد في الرياض. مين قرأها كذا؟ مين قرأها في؟ مين أول مرة تلخبط؟ أنا ما شفتش في إيه؟ مستغرب ليش يقرأ في؟ الآن اللي سواه هو إنه هو لما قالك أنا بدقق أنا مش شايف، أنا بدقق أنا مش شايف، وجالس يسوي يقرب حتى شاف، عرفت؟ لكن مين منكم لما قرأها أول مرة قرأها بيروت في الربيع؟ أنا. إحنا لما نلقط عادة مش لازم نلقط بعملية أساسية زي الآن هو لقط مع حذف، في عندنا نلقطون بدون حذف. جاي إذا عندنا عمليتين نرجع الآن، هذه إذا أول عملية عندنا عملية اسمها عملية الحذف. قد يكون الشيء قدامك وش تسوي؟ تحذف. أنت الشيء موجود قدامك، ما قد سبق لك إنه والله مرة يقول لك روح المطبخ تحصل في المطبخ تحصل إيش؟ عارف تروح المطبخ تحصل في المطبخ في برتقال. فين برتقال؟ والله هناك على الدرج. رحت أنت الآن المطبخ ما حصلته، هل سبق لك زي كذا؟ هذه عملية اسمها عملية الآن الحذف. إحنا نسوي عملية الحذف. الحذف عملية إيجابية. الأصل الحذف إنه عملية إيجابية. ما الهدف من الحذف؟ هي حيلة نفسية نحذف فيها السلبيات لما رتبنا، نحذف فيها المواقف السلبية، لكنها قد تتحول لعملية سلبية. ما الذي يحدد الحذف؟ الحذف هي خبراتي، تحدده عملية خبراتي السابقة وإدراكي. هي عملية إدراكية. في كتاب جميل تحبون تقرأوه، كتاب اسمه علم النفس الإدراك، علم النفس الإدراك تأليف محمد حسنين، واحد من كتب جدا جميلة في علم النفس الإدراك. يتكلم عن عملية الحذف، يتكلم بس عن عمليات ثلاثة دي بس، عملية الحذف، التعميم والتشويه بس أتكلم عنها. هذه العمليات تجعلنا أحيانا محمد حسنين، علم النفس الإدراك. هذه العمليات محمد حسنين، علم النفس الإدراك. أخي يوسف الله يجزيك كل خير، كل ما قلنا كتاب يسلسل لكم في المجموعة. خلاص؟ من مهارات نجاح بس المفروض تحملونها. في استمرار الناس.